دوره أن يوقف فيلما ضخما في الجزائر، فيلم زيغود يوسف، غني بالحركة والمعارك ويعطي صورة واضحة عن أحداث الثورة التحريرية بالشرق الجزائري. تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين خبر توقيف تصوير فيلم زيغود يوسف بولاية سكيكدة بالشرق الجزائري بسبب لافت استغربه كثيرون، ألا وهو عدم إيجاد ممثل من ولاية يقبل رفع علم فرنسا لثوان، حيث بدأت الأجرة ب2000 دينار جزائري ثم وصلت ل10000 دينار جزائري، بيد أن ذلك لم يغري أي أحد من شباب المنطقة ليقبل برفع العلم الفرنسي. وعلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الحادثة التي تزامنت مع عيد النصر في الجزائر والمصادف ليوم 19 مارس بأن عدم توافر ممثل يقبل تأدية دور الخائن هو مثال بسيط عن معنى حب الوطن. للإشارة، فإن الفيلم الروائي الشهير حول الشهيد وأحد رموز الثورة التحريرية الجزائرية زيغود يوسف من إخراج مؤنس خيمار وإنتاج المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، حيث كتب السيناريو الخاص به أحسن تليلاني فيما يقوم الممثل علي ناموس بالدور الرئيسي فيه. وقد جسدت المشاهد الأولى من الفيلم التي تم تصويرها بأحد الأحياء القديمة لمدينة زيغود يوسف مسقط رأس الشهيد البطل، مظاهرات للشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي. وكشف مخرج العمل مؤنس خمار في تصريحات سابقة أن عملية التصوير ستستغرق بضعة أشهر لا يمكن تحديد عددها، موضحا بأن الأمر هنا يتعلق بمعاينات وفصول لا يمكن تحديدها مسبقا، ومردفا بأن التصوير سيتم في العديد من المناطق التي سيتم تحديدها لاحقا. من جهته أفاد كاتب سيناريو الفيلم أحسن تليلاني بأن هذا العمل هو عبارة عن فيلم تاريخي حربي طويل يروي سيرة حياة وكفاح زيغود يوسف منذ انخراطه في الحركة الوطنية ثم انضمامه إلى المنظمة السرية، كما يروي قصة سجنه في ولاية عناب وتنظيمه لعملية هروب بطولية من ذلك السجن رفقة كل من عمار بن عودة وعبد الباقي بكوش وسليمان بركات، علاوة على حضوره اجتماع 22 وإشرافه على انطلاق الثورة بالشمال القسنطيني مع ديدوش مراد وتنظيم هجمات 20 أغسطس 1955 إلى غاية استشهاده في 23 سبتمبر 1956. وأضاف بأن الفيلم غني بالحركة والمعارك ويعطي صورة واضحة عن أحداث الثورة التحريرية بالشرق الجزائري، ويصور بطولات رفقاء الشهيد الذين من بينهم الأخضر بن طوبال وعلي كافي وعمار بن عودة. وأكد باحثون مختصون في سيرة الشهيد زيغود يوسف 1921-1956 على أن هذا البطل يمثل رمزا للوحدة بين جيش التحرير الوطني والشعب من أجل الدفاع عن القضية الجزائرية، وذلك ما تجسد خلال هجمات الشمال القسنطيني يوم 20 أغسطس 1955. ولد زيغود يوسف سنة 1921 ببلدية كونديس ماندول واقعة شرق الجزائر والتي تحمل اسمه حاليا، وكان الشهيد حدادا في ريعان شبابه، وكانت تربطه علاقات جيدة بالفلاحين لأنه كان يصنع لهم الأدوات اللازمة للعمل ويقوم بتوصيلها لهم إلى عدة قرى. هذا ما أكسبه سمعة جيدة وعرفه بخصوصيات كل منطقة وطرقاتها والمسالك الجبلية ونمط حياة سكانها، مثل ما أبرزه الباحثون في تاريخ الثورة الجزائرية الذين أكدوا أن إبداع يوسف زيغود في فن الحداد مكنه من صنع مفتاح للهروب